كبيرة والحمد لله كثيرة. إخواني أخواتي، أردت بفضل الله تعالى أن أتقاسم معكم هذه الركعة بعد ثلاث ركعات أو ثلاث تسليمات. قلت مع قرارة نفسي لها يعني تكون هدية إن شاء الله تعالى هذه القراءة. ما شاء الله تتحف الأسماع وتنير القلوب وتسعد الوجدان، كلام رب العزة. اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن وشفع فينا القرآن، اللهم تجاوز عنا بالقرآن، اللهم احفظنا واحفظ جميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين،
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ما شاء الله تلاوة تريح النفوس بكل أمانة. يعني بعد أسبوع من شهر رمضان الفضيل والاستماع إلى تلاوات الفقهاء بكل أمانة إمام ما شاء الله على صوته وعلى قراءته وتجويده، حفظه الله ونفع به هذه الأمة. ما شاء الله. إذن ذني تذومين غيث ما سويث ما يعزن سيثي مغتيري مليح إن شاء الله ذي رمضان، وذيري أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. أقول وأذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر فأمن ثلاث، فقال الصحابة رضوان الله عليهم: رأيناك يا رسول الله تؤمن ثلاث. فقال: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد، من أدرك رمضان ولم يغفر له لا غفر الله له، فاللهم اغفر لنا واجعلنا من زمرة المغفور لهم. اللهم اغفر لنا في رمضان وكفر عنا سيئاتنا وتجاوز عنا يا رب.
فيها